اليوم أيها الأحبة نتابع رحلة التأملات لواقعنا اليوم الذي أنبأنا إليه النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وكأنه يعيش بيننا. هناك إشارة في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام إلى الزنا العلني الذي للأسف انتشر اليوم حتى بين المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام له حديث رواه الإمام أبو يعلى رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة. تأملوا أيها الأحبة، ينبئنا عن شيء سيحدث في المستقبل في آخر الزمان. والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق، زنا علنا والعياذ بالله، فيكون خيارهم يومئذ خير الناس أو المؤمن التقي جدا في ذلك الوقت لا يستطيع أن ينهاه، لا يستطيع أن يأخذ أي إجراء، فقط فيكون خيارهم يومئذ من يقول لو واريتها وراء هذا الحائط. تصور أيها الأحبة أن هذا الزمن هو تقريبا موجود بشكل بسيط، ولكن هذه الظاهرة تكثر، أن خيار الناس عندما يرى مثل هذه الظاهرة أقصى شيء يمكن أن يقول له يعني لو سمحت وراء هذا الحائط، لو واريتها وراء هذا الحائط. تصوروا أيها الأحبة، بالفعل العالم اليوم يسير بهذا الاتجاه، هذه الظاهرة موجودة في دول غير إسلامية اليوم وبكثافة وبدأت تدخل إلينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام حريص علينا، ربط فناء هذه الأمة كأنه يقول لك إذا حرصت على تعاليم الإسلام وابتعدتم عن الزنا، ابتعدتم عن الفاحشة، فسيطول عمر هذه الأمة. يعني ربط النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الآجال بيد الله، ولكن يعطيك مؤشر تماما مثل مؤشر حرارة السيارة، عندما يرتفع معنى ذلك أن هناك شيء خاطئ، ربما سينفجر المحرك، فيجب عليك أن تتخذ إجراء. اليوم نحن أمام حديث نبوي شريف، النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا ويقول: والذي نفسي بيده يقسم. والنبي لا يقسم إلا إذا كان هناك أمر عظيم. والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق. يعني ربط فناء هذه الأمة بالزنا العلني أو الفاحشة العلنية في الشوارع أو في الطرقات. لذلك أيها الأحبة، أنا كإنسان مؤمن ينبغي أن أبتعد عن هذه الظواهر، ينبغي علي أن لا أرتكب هذه المحرمات، وكل إنسان يبدأ بنفسه، فإذا بدأت أنت بنفسك والآخر بنفسه وهكذا سلسلة، يصبح المجتمع نقيا كما يريده النبي عليه الصلاة والسلام وكما يريده الله سبحانه وتعالى. وسؤالنا هنا أيها الأحبة، من أنبأ هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يعني بهذه المعلومة؟ طيب أولئك الملحدين الذين يستهزئون بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، يقولون هو يعني استغفر الله هو رجل شهواني أو هو رجل يحب النساء أو كذا، لماذا يحذرنا من هذه الظاهرة؟ المفروض لو كان النبي كما تقولون يحب الفاحشة، يحب إلى آخره كما تقولون أو تدعون، حاشاه صلى الله عليه وسلم، كان الأجدر به أن يشجع على ذلك لينشر الفاحشة. يعني نحن اليوم نعلم أن الإنسان الذي يتبع شهواته ويرتكب الفواحش يحب للآخرين أن يرتكبوها، لا ينهاهم عنها مثلا، فكيف بكم تقولون إن هذا النبي يعني يفعل كذا وكذا وكذا من الأفعال التي تنسبونها له صلى الله عليه وسلم، ثم يحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، يحذر من خطورة الزنا، خطورة الإعلام بالفاحشة. يعني أيها الأحبة، يعني للأسف بعض الدول الإسلامية أصبح فيها الزنا العلني منتشرا للأسف. فهذا حبيبكم عليه الصلاة والسلام ربط بين فناء هذه الأمة وهذه الظاهرة، فكلما انتشرت هذه الظاهرة الفاحشة العلنية أكثر، كلما اقتربت نهاية هذه الأمة أكثر. وبالتالي أنا كإنسان مؤمن أبتعد عن هذه الفواحش تماما، وأنتظر أو أستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. حتى يتبين لهم أنه الحق.